زميلتنا مارينا امير كانت هناك من الصبح الحقيقه. احنا كنا هناك بنشوف الاجواء والاخر، لكن هي الحقيقه برضو راحت رصدت الحاله بتاعت الجمعيه العموميه من الصبح لحد حوالي تقريبا الساعه 7 8، فرصدت هذه الحاله وعملت تقرير متميز كده نشوفه مع حضرتك. وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على عدد من المقترحات التي عرضها ضياء رشوان نقيب الصحفيين قبل بدء التصويت، والتي استقبلها الصحفيين بالتصفيق انتصارا لمطالبهم. احنا كنا حريصين منذ البداية ان احنا نحدد كل نقاط اللي ممكن يصار بشأنها خلافات، وتم تحديدها بدقة شديدة جدا. تعاملنا مع مجلس إدارة النقابة على مدار مدة اقتربت من أسبوع متواصل، وصولا لتحقيق أكبر ضمانة ممكنة، أخذا باللوائح بلائحة النقابة وما استقرت عليه الأعراف والقوانين في شأن سير العملية الانتخابية. التصويت بدأ بعد انعقاد الجمعية العمومية حوالي الساعة 4، التصويت امتد حتى الساعة 6 مساء، ونظرا لوجود عدد كبير من الزملاء يرغبون في الإدلاء بأصواتهم متواجدون أمام اللجان في كافة الأدوار. من القرارات اللي خدتها الجمعية العمومية إن هي اتكلمت النهاردة والأول مرة عن ضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وإن الصحفي يكون من حقه النهاردة إن هو يطلع على كافة المعلومات والبيانات طالما إن هي مش بيانات تكون خاصة بالأمن القومي. النهاردة إحساس الصحفيين وهم بيشاركوا في الانتخابات الخاصة بانتخاب نقيب الصحفيين وستة من أعضاء المجلس إحساس رائع إن إحنا النهاردة بنمارس ديمقراطية حقيقية داخل نقابة الصحفيين. ده يوم مهم جدا للصحفيين، كل الصحفيين موجودين. هدف الجميع المرشحين والناخبين هو المصلحة العامة، مصلحة الجماعة الصحفية، مصلحة زمايلنا، أدائهم، شغلهم، خدماتهم. كلنا موجودين هنا من أجل الجماعة الصحفية. اللي هيوفق ربنا يكرمه أهلا وسهلا، هيخدم ويكمل، واللي مش هيوفق برضو لازم يخدم ويكمل، لأن احنا بنتكلم عن مهنتنا، بنتكلم عن نقابتنا العريقة. ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة العرس الانتخابي، ومطالب عديدة تنتظر النقيب القادم، مؤكدين الدعوة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات والحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية. مارينا أمير، منشط. شكرا زميلتنا مارينا أمير، بشكرها شكر جزيل. وإحنا لو قبل نهاية البرنامج لو في أي جديد في موضوع الفرز بالنسبة للأعضاء هنعلن حضراتكم عليه، لكن خلينا إحنا زي ما قلنا لحضراتكم كنا نلتزم التزام تام بما يعلم من خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات. أنا حقيقة أنا وزملائي متفقين على فكرة أنه أنا مش هلقط خبر من صفحة لمرشح معين، أو هلقط خبر من صفحة المرشح معين أو من موقع معين. إحنا خلينا لأنه الحاجات دي حساسة قوي، فما ينفعش أن أنا، لأنه كل اللي موجودين على عيننا وعلى رأسنا، الجماعة الصحفية على عيننا وعلى رأسنا، زملاء أعزاء لهم دور مشهود، وأي واحد منهم حيفوز إن شاء الله إن شاء الله هيقوم بدوره كما ينبغي أن يكون في خدمة الدولة المصرية. فالتوفيق للجميع بإذن الله، وزي ما قلنا لحضراتكم اللي حصل جديد هنحط حضراتكم علما بهم.